طيب تعالى كده أكلمك في الفلسفة والمنطق أولى ثانوي، أكلمك عن أساليب التفكير. أساليب التفكير أي الطرق اللي الإنسان بيفكر بيها، أو الإنسان أو اللي إحنا عرفنا إن الإنسان اعتمد على هذه الطرق في التفكير بتاعه. أساليب التفكير عندي أو الكتاب بيذكر لي 4 أساليب للتفكير، بيذكر لي رقم 1 الخرافي، رقم 2 التفكير الديني، رقم 3 التفكير العلمي، رقم 4 مش كل التفكير الفلسفي. عايزين نعرف ايه اللي بيميز كل اسلوب من دول عن التاني. عندي اسلوب التفكير الخرافي، هو اسلوب ساذج وانت بترن ليه يا مين الصغير ده؟ والصغير ده مين؟ اكاونت مين؟ ماشي ماشي يا اسلام. طيب قلنا ان اسلوب الخرافي، وبعدين انت ازاي في الحصة وفاتح واتساب اصلا؟ عشان يبقى بالغلط. قلنا أسلوب الخرافي عندي هو أسلوب ساذج، أسلوب غير منطقي وغير حقيقي. يعني إيه الكلام ده؟ أنا عندي أساليب للتفكير. الإنسان زي ما قلنا في درس التفكير إنه بيتعرض لمثيرات، ثم لما بيتعرض لمثيرات هذه المثيرات تنتقل عبر الحواس إلى المخ، والمخ بيعمل أنشطة ذهنية غير مرئية. فاللي بيحصل إن لما يحصل مثير في مطرة بتمطر، عندي عايز أفسر ليه المطرة دي بتمطر. عندي أسلوب قديم كان أسلوب خرافي، أسلوب ساذج، أو بعتمد فيه على الأسطورة، أسلوب أسطوري. حلو. الأسلوب ده طبعا غير حقيقي وغير منطقي. يقول لك مثلا إيه لما نيجي نفسر حاجة زي المطر، يقول لك إن المطر ده دموع أجدادنا اللي سبقونا بيشوفوا حالنا في الأرض فبيزعلوا علينا فبيبقوا. فالمطرة دي من أجدادنا، يعني أجدادنا دموع أجدادنا. أو يجي يفسر مثلا الزلزال، يقول لك أصل الأرض اللي إحنا واقفين عليها دي في تور شايلها تحت، والتور ده عنده قرنين، فهو حاطط الأرض على القرن مثلا اليمين فبيتعب وبيعوز يريح القرن الشمال اللي القرن اليمين ده، فعايز يحذف الكرة الأرضية على القرن الشمال، فالحدفة دي هي اللي بتحسسنا بالزلزال. طبعا ده كلام ساذج وكلام غير منطقي وكلام غير حقيقي وكلام أسطوري، كلام ملوش أي دليل من الصحة. أما الأسلوب الديني فهو بيعتمد على قدرة الله سبحانه وتعالى، تتابع الليل والنهار، تتابع الليل والنهار، بينظر في حاجة زي خلق الأرحام اللي هو قدرة ربنا يعني. ده أسلوب أقدر أسميه إيماني أو عقائدي، اللي هو نيجي نفسر حاجة زي المطر مثلا، لو إحنا خدنا مثال ده بشكل مستمر، يعني لو جينا نفسر المطر بشكل ديني فنقول والله إن دي بص قدرة ربنا سبحانه وتعالى عاملة إزاي، شفت المطر ربنا خلقه إزاي، بص المطر بيساعدنا ازاي في ان الزرع يكبر وان الانسان يشرب والحيوان يشرب والنبات يطلع. يبقى احنا هنا مهتمين بالجانب الايماني او الجانب العقائدي. طيب عندي بقى التفسير العلمي، التفسير العلمي والتفكير والتفسير الفلسفي او الاسلوبين دول هم اكتر الاساليب تيجي عليهم اسئله او في عليهم اعتماد. يعني الاسلوب العلمي هو اسلوب حسي مادي، أسلوب تجريبي مباشر، يعتمد على العلل القريبة، أسلوب جزئي، أسلوب واقعي. إيه تاني ممكن نقوله؟ خلاص تقريبا قلنا كل حاجة.
طيب الاسلوب العلمي اسلوب يعتمد على الحواس وهو اسلوب مادي. يعني ايه مثلا اسلوب يعتمد على الحواس واسلوب مادي؟ انت لما بتيجي تعمل تجربه، التجربه دي بتعتمد فيها على ايه؟ على عقلك فقط ولا على الحواس؟ على الحواس. عشان اعمل تجربه في الكيمياء مثلا، اقول لك حط صوديوم عرضه الميه يحصل انفجار. انا ما كلمتكش عن الصوديوم، ما كلمتكش عن الميه، انا وريتهم لك، خليتك تشوفهم بالحواس، الحواس اللي هي السمع والبصر والشم والتذوق واللمس. يبقى انا هنا الاسلوب العلمي ده بيتعامل بطريقه الحواس، وريني، امسك، المس، اشوف، اسمع، ادوق، اي شغال لي حواس. ما تكلمنيش في حاجات ما بتتشافش، ما تكلمنيش في حاجه ميتافيزيقيه، ما تكلمنيش على حاجه مش هقدر اشوفها. انا بالنسبه لي دي مش هقدر اقبلها. انا اللي هقدر اقبله او الحاجه الوحيده اللي هقدر اقبلها هي حاجه تتعلق بالحواس. اعمل لي تجربه وريني. مثال بنقوله، بيقول الجمل طلع النخله، ادي الجمل وادي النخله، وريني. يبقى هنا بيعتمد على الحواس. عندي بعد كده انه اسلوب مادي. مادي بيعتمد على الاشياء الماديه وليست الاشياء النظريه ولا الاشياء المجرده ولا الاشياء المعنويه. الفلسفي عكسه، هنقول دلوقتي الفلسفي، الفلسفي عكس العلمي، مش عكسه بمعنى عكسه في الهدف ولكن عكسه في الوسيله. يعني الاثنين هدفهم ادراك الحقيقه، ان احنا نفهم ظاهره معينه، ولكن طريقه الاسلوب العلمي تعتمد على الحواس بشكل بحت، بتعتمد على التجربه، بتعتمد على الماده بشكل بحت. اما الاسلوب الفلسفي فهو اسلوب معنوي او مجرد، بيعتمد شويه على العقل او على التامل او على النظر، مش على الحواس. عن الاسلوب العلمي هو اسلوب حسي يعتمد على الحواس، اسلوب مادي وليس معنوي ولا مجرد، بيتكلم في حاجات ملموسه ومتشافه وكده. اسلوب تجريبي يعتمد على التجارب، ما بيعتمدش على الفكر ولا التامل، يعتمد على التجربه. اسلوب مباشر، يعني لما بيجي يتعامل مع ظاهره بيتعامل مع الظاهره بشكل مباشر مش بشكل غير مباشر. ازاي؟ مثلا لما يجي مثلا دكتور، الدكتور ده تفكير علمي، يجي دكتور يعالج مريض، الدكتور بيعالج المريض بشكل مباشر، مش يعني في مرض معين بعالج المرض ده عند المريض ده، فلان اسمه حسين، حسين ده مريض بكذا، انا هعالج المريض حسين ده بشكل مباشر. طب هو في طرق تانية غير، يعني غير ان هي تبقى بشكل مباشر؟ اه، مثلا حسين ده عنده بيشرب مخدرات، حلو، هنا احنا عايزين نعالج حسين، دكتور هنا مهتم بايه؟ انه يعالج حسين ده بشكل مباشر. في اساليب تانية ان احنا اصلا نمنع حسين ده انه يشرب مخدرات اصلا. ايه هي الظروف اللي بتخلي الانسان يتجه الاتجاه ده؟ احنا بقى نعالج الظروف دي، وليكن مثلا البطالة، الفقر، الحاجات دي، مثلا الحاجتين دول تحديدا، كمان البطالة والفقر والجهل، الحاجات دي تودي للمخدرات. انا بقى هنا في الاسلوب الفلسفي بعالجها بشكل غير مباشر، انا بعالج الظروف دي اصلا، حاول اعالج البطالة واعالج الفقر واعالج الجهل. لما الثلاثة دول هيتعدلوا، المخدرات لوحديها هتقل. يبقى انا ما عالجتش المخدرات بشكل مباشر، انا عالجتها بشكل غير مباشر، بعالج حد عنده مرض نفسي معين، فبعالج الظروف اللي بتخلي عنده اصلا مرض نفسي. يبقى انا هنا لما بعالج ما بعالجش بشكل مباشر، انا بعالج بشكل غير مباشر. انا في الاسلوب العلمي شكل ايه؟ انا في الاسلوب العلمي بشكل مباشر، ادي دكتور، ادي مريض، عايزين نعالجه بشكل مباشر. يهتم بيه العلل القريبه، العلل القريبه اللي هو السبب المباشر. يعني ايه سبب مباشر؟ يعني احنا مثلا لما بنقول انه واحد عنده برد، فايه السبب المباشر اللي خلاه جاله برد؟ في فيروس في الجو سبب له برد، فيروس كورونا. ايه اللي خلى في فيروس كورونا؟ والله ده فيروس بيصيب الجهاز التنفسي، بيعمل واحد اتنين تلاتة. دي العلة القريبة. العلة البعيدة، هو ليه أصلا في فيروس؟ هو ليه أصلا في شر؟ هو ليه أصلا في مرض؟ يبقى إحنا بنتكلم على أصل الأسباب أو أصل الحكاية أو أصل الموضوع أوله. أو نيجي مثلا نعالج طالب، نعالجه اجتماعيا، يا طالب ما بيحبش يروح المدرسة. هنا بنهتم بيه في الاسلوب العلمي، نهتم بالعلل الايه؟ القريبه. ليه الطالب ده ما بيروحش المدرسه؟ بسبب كذا وكذا. بالنسبه للطالب ده العلل القريبه السبب المباشر. انما بقى لما نيجي نبص على العلل البعيده او العلل الغير مباشره، لما نيجي بقى نشوف العلل الاولى، هو ليه اصلا في كذا حد ما بيحبش يروح المدرسه؟ هي في ايه مشكله في المدرسه؟ ليه ما حدش عايز يروح المدرسه؟ يبقى انا مش بعالج علل القريبه، مش بعالج السبب المباشر ده، انا بعالج السبب من اوله. وليه اصلا في مشكله في التعليم؟ التعليم اللي احنا بنعمله ده، هل هو تعليم صح ولا تعليم غلط؟ يبقى انا بتكلم على العلل الايه؟ في الاسلوب العلمي، العلل القريب. الولد ده مش عايز يروح المدرسه، الموضوع ضيق قوي، الموضوع جزئي.
بتكلم على الحته دي بس. الطالب ده، الطالب اكس ده ما بيروحش المدرسه ليه؟ الطالب اكس ده فاشل في الماثماتكس ليه؟ الطالب مش يبقى بشكل جزئي وبشكل فردي، حلو؟ مختلف شويه عن الاسلوب الفلسفي، شكل اعم شويه واشمل. الاسلوب العلمي هو اسلوب جزئي بيعالج حاله جزئيه. لما يجي مثلا حتى في الامراض مثلا، لما يجي دكتور يعالج، الدكتور ملوش دعوه غير بحاجه واحده بس، يقول لك انا ما بعالجش غير العين. او دكتور الباطني مثلا يقول لك لا انا تخصصي كذا، بقيه الحاجات دي مش تبعي. انا مثلا عندي مشكله في صوابعي، فهيقول له والله لو يعمل تحليل مثلا ولا يعمل حاجه، لو اكتشفها في العظام، بص كل واحد بيعالج حاجه بس، لو اكتشف ان المشكله في العظام هتروح لدكتور عظام بس. لا دي المشكله مش في العظام، دي المشكله ان انت عندك السكر، ده مرض باطني، روح لدكتور البطن او دكتور باطني، يعني الامراض الباطنه اللي غير ظاهره. حلو، يبقى انا هنا هو الصباع، بس مش كلهم بيعالجوا الصباع. لا والله الصباع ده لو العظم هو اللي فيه مشكله انا هوديك لدكتور العظام، لو انت عندك مثلا مشكله في الدم او مرض باطني مش ظاهر، لا روح لدكتور باطني. لو عندك مشكله في حرق او مشكله في الجلديه، لا ده انت تروح لدكتور جلد. هو الصباع، كل واحد حتى ما يعني الصباع نفسه مش كلهم عالجوه، كله عالج حته بس، الحته بتاعتي بس، فهو اسلوب جزئي. تعال بقى على الاسلوب الفلسفي، اسلوب عكس كل ده بقى، عكس الاسلوب العلمي تماما. الاسلوب الفلسفي ما هوش حسي، انما هو اسلوب عقلي، ما هوش اسلوب مادي، هو اسلوب معنوي، ما هوش فيه تجربة، هو اسلوب مجرد، ما هوش مباشر، هو غير مباشر، هو اسلوب غير مباشر، ما هوش بيعتمد على العلل القريبة، بيهتم بالعلل البعيدة أو الأسباب الأولى. الأسباب الأولى. الأسلوب الفلسفي هو أسلوب ما هوش جزئي، أسلوب شامل، أسلوب كلي، أسلوب عام. فيقال أن الفلسفة هي أم العلوم أو أصل العلوم، يبقى أنا هنا بعالجها بشكل عام أو بشكل شامل. يبقى مرة تانية تعالى بقى، الأسلوب الفلسفي بيعالج بشكل عقلي، ما بيتكلمش بالحواس، بيتكلم بالعقل. يعني في حاجات مش هندركها بالحواس. اديني مثال، دلوقتي انا سبت القلم ده على الترابيزه هنا، كويس، ورحت مشوار وجيت لقيت القلم ده في اوضه تانية. السؤال، هل انت شفت بالحواس ان في حد مسك القلم ده حطه الاوضه التانية؟ شفتها بالحواس؟ لا ما شفتهاش بالحواس، ما كنتش موجود اصلا، بس انت استدليت عقليا انه مستحيل القلم ده يتحرك من مكانه لوحده، اكيد في حد جه خد القلم من عندي وخده اوضته. يبقى هنا الفكرة فين؟ إن أنا ما أدركتش أو ما فهمتش بالحواس، أنا فهمت عن طريق عقلي، ما فهمتش عن طريق الحواس. الحاسة هنا ما ساعدتنيش، إنما العقل هنا هو اللي إيه؟ هو اللي ساعدني. لو قلت لك إن أنا ساكن في الدور الخامس، ده معناه إن في 4 أدوار تحتي، مش ده مش لازم إن أنت تكون شفت ال4 أدوار، بس أنت استدلت عقليا، طالما أنت في الدور الخامس يبقى أكيد في 4 أدوار. هنا أنت ما بتشوفش ال4 أدوار، ما شفتش ال4 أدوار، يبقى أنت هنا ما اتعاملتش بشكل حسي، اتعاملت بشكل عقلاني. بعض الامور طبعا ما فيش حاجه فيهم صح وما فيش حاجه فيهم غلط، يعني بعض الامور بيصلح فيها ده، يصلح فيها التفكير الحسي ده او الرؤيه الحسيه بقى، وفي بعض الحاجات التانيه يصلح فيها اكتر التفكير العقلاني، كويس. فما فيش حاجه صح وما فيش حاجه غلط، يعني ده مناسب في حاجه وده مش مناسب في حاجه وهكذا. اسلوب معنوي بيتكلم في امور معنويه وليست امور ماديه، امور ممكن تبقى ما بتتشافش، امور مجرده. لما بيعالج امر بيعالجه بشكل غير مباشر مش بشكل مباشر، بيهتم بالعلل البعيده او الاسباب الاولى، هي ليه اصلا في كذا، اصل المشكله فين. تعال نشوف مثلا اصل التعليم فين. يعني كنت مثلا ببص على حاجه انه اغلب المصريين عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي بشكل او باخر، اللي عنده مشكله كلنا عن او اغلب المصريين عندهم مشكله في الجهاز الهضمي. فهنا هنا بقى لما بنيجي الدكتور بقى بيعمل ايه؟ الدكتور اسلوب علمي، انا عايز اعالج مصطفى بس، ماليش دعوه باي حاجه تانيه، انا راجل جزئي بعالج ده بس، ماليش دعوه باي حاجه تانيه. لما نيجي نبص بقى بشكل شامل او غير مباشر، هو ليه في مشكله عند المصريين في الجهاز الهضمي باشكال مختلفه بقى، يعني حد عنده قولون عصبي، حد عنده مش عارف قرحه في المعده، حد عنده جرثومه. اغلب المصريين عندهم المشاكل دي كلنا، طب ايه الحكايه؟ ليه في ليه يعني ليه في ازمه هنا في الحته ديت؟ في ايه؟ ايه المشكله هنا؟
هنا بقى انا بعالج بشكل ايه؟ بشكل غير مباشر، مش بعالج مصطفى ده تحديدا، في حاجه ورا، في حاجه ورا الدنيا، ورا القصه دي، في عادات بقى معينه بيعملوها، في حاجه غلط، في حاجه شغاله غلط. يبقى انا هنا لما بعالج بعالج بشكل غير مباشر، اصل الموضوع ايه؟ ايه اصل المشكله منين؟ مشكله التعليم اصلها فين؟ مش مشكله مدرسه بعينها وطالب بعينه ومدرس بعينه، موضوع اكبر من كده. القصه من اولها او الفكره من اولها جت ازاي؟ الازمه دي بتحصل ليه وحصلت ازاي وبدات امتى؟ وهكذا. هو اسلوب شامل، يعني بيجي يعالج مشكله بياخد في باله جوانب المشكله دي. يعني لو جه مثلا يتكلم على حاجه زي التعليم، مش بيتكلم على الناحيه التربويه فقط، يربط التعليم ده بالوضع الاقتصادي، يربطه بالوضع السياسي، يربطه بالوضع الاجتماعي، بالوضع الثقافي، بالوضع الاقتصادي، وهكذا. يبقى احنا هنا لما بنيجي نتكلم او نحل مشكله بندركها بشكل شامل. بالمناسبه التعليم في فنلندا عندهم الحته دي كويسه قوي، مهتمين بيها قوي، فكره ان هو يدي الطالب ظاهره معينه، ايا كانت ايه هي الظاهره، فيروس كورونا يا سيدي، يقول له حلل لي الازمه ديت، من طلع لي الجوانب بتاعتها وايه تفتكر ايه ايجابيات وايه سلبيات. فيروس كورونا مثلا ليه ايجابيات وليه سلبيات، تيجي تبص على الجانب الاقتصادي عمل ايه؟ في اقتصادات وقعت واقتصادات طلعت. اقتصادات وقعت زي مثلا بيزنس، زي بيزنس المطاعم مثلا، او الكافيهات، او الحاجات اللي فيها تعامل بشكل مباشر، او المكتبات، الحاجات او السينما، الحاجات اللي الناس بتقعد فيها مع بعض دي، طبعا كل ده كان مقفول، فالاقتصاد بتاع الحاجات دي وقع، في مقابل ان في اقتصادات تانية زي الاقتصادات الالكترونية مثلا طلعت في السماء. التعليم تحول الى الكتروني زي ما احنا شغالين مثلا اهو، السينما تحولت بدل ما احنا بنروح، او الافلام بدل ما احنا بنروح نتفرج عليها في السينما، بقينا بنتفرج عليها على مواقع زي نتفليكس او واتش ات او اتش بي او او ايا كان. فالموضوع تحول، البيزنس هنا اللي كان ده تحول بقى حاجة تانية، نسبة مبيعات الحاجات اللي بتستهلك بشكل مباشر اختلف عن نسبة مبيعات التكنولوجيات، نسبة مبيعات الموبايلات والأجهزة الألعاب الفيديو والقصة دي زادت، والكمبيوترز والكلام ده زاد جدا، اقتصاده عالي جدا. فاحنا هنا بنبص بقى على الجانب، جانب زي فيروس كورونا، ايه ايجابياته وايه سلبياته، نقدر نفهم منه ايه. الجانب الاجتماعي كان عامل ازاي، الجانب النفسي عند الناس كان عامل ازاي، الجانب السياسي، وهكذا. يبقى احنا لما نتكلم في امر هنا بالاسلوب الفلسفي بنتكلم عليه بشكل شامل، بشكل كلي، بشكل عام. دي نقطة برضو عايز اكتبها هنا، انا الاسلوب الفلسفي ايضا اسلوب عقلي، احنا كاتبين عقلي خلاص، في كلمة في بالي، تأملي، تأملي أو نظري، أكيد أنت استشفيتها من المسألة. حد فيهم حاجة؟ هلو، طيب تعالوا كده نبص على الكتاب بتاعنا، هو أساليب التفكير، قلنا أسلوب خرافي، أسلوب ساذج، تخلف عقليته وعدم اكتمال نضجه، فكان يعجز عن ادراك الاسباب الحقيقيه للظاهره، ويكتفي بتعليلات غيبيه غير منطقيه وغير علميه في الاسلوب بتاع الخرافه. مثال انه يوضع حدوة فرس على الباب لجلب الرزق، يحط الحاجه كده جزء من الحصان اللي هو الحديده اللي تبقى في رجل الحصان دي، يحطها على الباب، دي كده بتجلب له الرزق. يعتمد على الابراج الفلكيه ويشوف برج العقرب يحظه ايه النهارده والجو ده. تفسير مرض الاكتئاب انه سببه المس الشيطاني، او الكلام ايه اصل جن مش عارف عاشق، اصل حط الحجاب ده تحت المخده مش عارف هتصحى تلاقي الرزق مش عارف ايه كلام، حط خرزه زرقاء تمنع الحسد، غير منطقي وغير علمي، مفيش اي اثبات على الكلام اللي انت بتقوله دوت، او ان المقص المفتوح يجلب مش عارف ايه، المقص لو مفتوح يجلب الفقر، كلام غريب، او الشبشب المقلوب، قاعد يا ابني الشبشب ده هيجن الفقر، مفيش اي اثبات علمي على الكلام ده، ده كلام وخلاص. هو اسلوب بدائي ساذج غير منطقي غير علمي. أما الأسلوب الديني فهو مرتبط بقدرة ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق العالم دون النظر إلى دين معين، مش لازم يبقى دين معين، لكن الأديان بشكل عام. حلو؟ فالإنسان هنا ينظر إلى الظاهرة باعتبارها دليلا على وجود الله وقدرته على التفوق، قدرة الإنسان، يعني بيهتم شوية بالجزء الديني أو قدرة ربنا سبحانه وتعالى. تفسير وجود محاصيل معينة في فصول السنة تناسب احتياج الإنسان دليل على حكمة الخالق، ودي حقيقة فعلا. النباتات اللي بتتزرع في الفصل ده، فصل الصيف، الإنسان بيحتاجها في فصل الصيف، زي مثلا الفاكهة
الانسان بيميل الى الفاكهه والساقعه واللي فيها نسبه سكر في الصيف اكتر من الشتاء. حلو، فتلاقي الصيف في فاكهه اكتر من الخضار نسبه لاحتياج الانسان، هو في الوقت ده الانسان بيحتاج، فالزرعه دي مناسبه في الوقت ده، فسبحان الله طبعا. وفي المحاصيل اللي بتتعمل في الشتاء فهي مناسبة برضو للشتاء، وهكذا. أسلوب ده أسلوب إيماني وأسلوب عقائدي. تعالى بقى على الأسلوب الفلسفي، فهي طريقة خاصة في التأمل العقلي والتفكير الشامل والتفسير الكلي. خلي بالك بقى من كذا كلمة، تأمل عقلي، تفكير شامل، تفسير كلي، في فهم وتفسير الظاهرة المحددة بارتباطها ببقية الظواهر الطبيعية الأخرى للوجود كله. خلي بالك إن هو مهتم بالوجود كله، بيربط الظواهر ببعض، ما هي الظاهرة فردية بينما هو شامل، ما بيتكلمش على ظاهرة بعينها. يسعى الفلاسفة لتفسير أي ظاهرة تفسيرا منطقيا مقبولا، تفسير منطقي يعتمد على العقل من الوجهة العقلية الخالصة، زي عندما يبحث الفيلسوف عن أسباب تلوث البيئة ويربطها بدرجة وعي الأفراد وثقافتهم والتقدم التكنولوجي والانحدار الأخلاقي. بص هو بيتكلم على إيه؟ على أسباب تلوث البيئة. بص هيبص لها من كام جانب، البيئة فيها تلوث، هيربطها الأول بدرجة وعي الأفراد، يعني درجة تعليم الأفراد دي عامل إزاي، درجة وعي الأفراد وثقافتهم، هيربطها بالتقدم التكنولوجي، هيربطها بالانحدار الأخلاقي، هيربطها بالحالة الاقتصادية لبعض الدول، دول يعني سياسة برضو، يعني بيتكلم عن اقتصاد وبيتكلم على سياسة وهكذا. وهنا هو لما بيجي يتكلم عن مشكلة بيربطها بحاجات كتير. فإذا هنا أسلوب الفلسفة أسلوب تأملي، أسلوب عقلي، أسلوب كلي، أسلوب شامل. أما الأسلوب العلمي فهو أسلوب يستخدم الوصول إلى أسباب، أسباب مادية وأسباب مباشرة تؤدي إلى حدوث الظاهرة دون النظر لأسبابها البعيدة. خلي بالك، يعني هو مش مهتم بالأسباب البعيدة، مهتم بالأسباب القريبة التي تؤدي لحدوث الظاهرة دون النظر لأسبابها البعيدة، مش مهتم بالأسباب البعيدة. اللي بيهتم بالأسباب البعيدة الفلسفة، وذلك باستخدامه الحواس، استخدام أجهزة مختلفة، إجراء تجارب، اكتشف السبب المباشر للظاهرة، يوصل لقانون محدد للظاهرة. زي مثلا يفسر العلماء ظهور قوس قزح في السماء بعد المطر إلى انكسار وتحلل الشمس، يبقى هنا السبب المباشر ليها إيه؟ تفسير العلماء لسبب الزيادة السكانية بارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات. يعني بص كده، لما فسر سبب الزيادة السكانية ليه؟ قال أقرب سبب في زيادة سكانية ليه؟ يقول لك أصل نسبة المواليد زيادة ونسبة الوفيات قليلة، ده سبب قريب. السؤال الأصلي بقى فيه، السؤال الأصلي ليه اصلا سبب المواليد زياده وليه الوفيات قليله، ليه اصلا كذا، يبقى السبب البعيد، يبقى السبب البعيد ده فلسفه، السبب القريب ده علم. الاسلوب العلمي هنا اسلوب مادي جزئي حسي تجريبي. كمان احنا لخصناهم لك هنا، يعني لو تاخد سكرين هتبقى مبسوط قوي بتاعي. اتخذوا سكرينات، فلنأخذ من كل رجل سكرين شوت. تعالوا بقى نحل بعض الأسئلة. كان لدينا هنا كتبا لا أعلم أين ذهبت. بس طب ممكن ناخد سكيني بعتها الجروب عشان انا حاضر من على اللاب. عن في زرار في سكرين في اللاب، أقول لك فين؟ فين؟ بص كده على الأسهم هتلاقي فوقيها ديليت، بعد كده ايوه انسيرت، ايوه وفي زرار بعوزيه، في زرار فوقيه كده بي ار تي اس سي، اللي هي تقريبا اختصار لبرنت سكرين تقريبا، يعني شفته اسمه ايه؟ بي ار تي بعد كده اس سي. مش موجود عندي. طيب تعالوا كده نحل الأسئلة دي، مين يحاول يحل معانا كده السؤال الأولاني هنا ده؟ تمام مستر، ماشي، محمد إبراهيم. هناك حوالي 5000 25000 دجال في الوطن العربي يقومون فتحا مندل. فتح المندل والتنبؤ بالمستقبل وقراءة الكف. الأول أنا عايز ترجمة للأساليب دي، مين اللي بيعتمد على أسباب ساذجة؟ خرافي ولا ديني ولا فلسفي ولا علمي؟ خرافي. خرافي. مين اللي بيبحث عن العلل القريبة؟ العلمي
مين اللي ببحث عن العلل البعيدة؟ فلسفي. فلسفة. هنا ايه اللي حاصل؟ في 25 ألف دجال بيفتح المندل ويتنبأ المستقبل ويقرأ الكف. ده وإيمان ده حقيقي، ده مثلا خرافي ده صح؟ لا خرافي اهو. يبقى بقى هو إيمان المندل ده مثلا ايه؟ مندل مش عارف، بس حاجة برضو غريبة يعني، من الحاجات اللي هم بيعملوها يعني، مش عارف. طيب هي حاجة زي اسف، ما تكون كده بيخلوا حاجة تتكلم على لسان الشخص، يعني بيسألوا الحاجة دي عن حاجة ويجيبوا شخص غالبا بيبقى طفل في بعض الأحيان يسألوه عن الحاجة، يعني هو ممكن الولد كده بفتح تكون المندل، بفتح المندل ممكن يبقى أبوه مثلا، الناس بقت حاجة زي كده. لا عارف فتح هو المندل مين الحكاية مش بصراحة. بيبقى فيه كذا نوع من حوار فتح المندل ده، بس المين ايديا نفسها ان هما بيستدعوا الكائن ده يعني عشان يخلوه يتكلم على لسان طفل، او ان هو يقول على لسان طفل، هما بيدوروا على حاجه مثلا فيفتحوا المندر ويشوفوا بقى، فيخلوا الحاجه زي هو العفريت ده يدور لهم عليها، فيروح قايل للطفل مكانها، يروح الطفل قايل لهم مكانها، فاهم؟ في طب كده ايه في الموضوع حاجات ليه زي علاقة مثلا بالطوب؟ يعني في حاجات كنت بشوفها كده، يجيبوا طوب كام زلطاية كده هي ويجيبوا حاجات لها غريبة طقوس كده كتير ويحطوهم قوي في الأرض. وكذا كذا فرع، لها طقوس كتير قوي وكذا فرع، يعني ما بحبش معنى ايه؟ معنى ايه؟ احنا اتعمق مش في الحاجات دي هنشتغل بس ده خليجة اللي انا اعرفه. مغربية، خلاص احنا مش هنشتغل خليجة مغربية، مش هنكتب حبيبه وجا والبتاع. السؤال التاني مين عايز يحل؟ هل انا ماشي يا اسلام. بس صاحبه لاستيعاب الحقائق الجديدة واختيار صحتها عن طريق المنهج التجريبي ومعرفة الدور في صنع النظام الإنساني ده العلمي. العلم هنا المنهج التجريبي. احنا كان عندنا اسلوب ابداعي اتشال واتحط لوحده كده بشكل معين، فمش هنقوله دلوقتي. حلو ماشي، عايزين السؤال رقم 3. مين من يريد؟ أنا ماشي يا جيد، لو ترجمنا الاختيارات فهنا يبحث عن علل مباشر، ده اسلوب ايه؟ يبحث عن علل، يعني ايه ده اسلوب ايه؟ هجيب لك الصفحة، بص كده العلل المباشرة، شايف العلل المباشرة دي فين؟ علمي شايفها؟ هو الخط مش واضح تماما يعني، فمش شايفاها. لا بس كلام مش واضح ولا في اسلوب؟ العلمي اه علمي. الخط مش واضح عشان السكرين عندي مبكسلة في العموم اصلا. لا لا حتى ايه؟ الشاشة مبكسلة ولا الصورة مبكسلة؟ الشاشة نفسها مش واضحة، لا دي ملهاش حل يا فندم. ادي عندي انا هتوضح شوية ملهاش يعني. حل يا فندم، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طيب يبحث عن طب العلل العلمي المباشرة، المباشرة ده علمي. غير يتصف بالجدة والأصالة، ده إبداعي، سيبك منه دلوقتي، لما نجيله بعدين. يؤمن بالقدرة الإلهية، يؤمن بالقدرة خرافي ولا الإلهية، ديني ولا علمي؟ ديني أكيد، ديني يعني. ديني على طول محتاجة عليك. حاجة يا جماعة، هراعي عادل إمام، مش محتاجة حاجة. يبحث عن العلل البعيدة. يبحث عن العلل البعيدة الفلسفية، هم بتوع اللف والحوارات الكتير صح؟ ها؟ خرافي ولا ديني ولا فلسفي ولا علمي؟ فلسفي، فلسفي. هما الفلاسفة نبقى يحبوا نقرا يلفوا كتير. السؤال. يبدأ بالشك بمعنى عدم التسليم بصحة قول أو فكرة أو اعتقاد قبل أن يفحصه فحصا دقيقا، فإذا ثبت صحته تم قبوله والاطمئنان إليه. يعكس ذلك أحد أساليب التفكير الإنساني، وهو الذي أعتقد هو بعد ما يدقق كده ويشكك في وجوده طول، يبقى يبحث عن البعيدة صح؟ ما قلتيش يبقى ايه؟ نبحث عن العيلة البعيدة دال. ده اللي هو فلسفي. هنا بيتكلم على الفكرة، انه يفحص الافكار كويس وهكذا. طيب السؤال الرابع مين؟ نعم احمد هشام. ماشي يا ينشأ لديك معتقدات غبية مقرضة أو ما زالت بقايا قائمة عن أخطاء في الإدراك والتفسير. مش معتقدات ده غيبية انقرضت. الخرافة؟ خرافي. ماشي السؤال الخامس. أنا مستر
محمد ابراهيم. انت حليت قبل كده محل ولا محلتش؟ حليت أول واحدة. لا. ناخد نورة. ماشي. تمام. لقد تم الاستبدال والاعتماد على البرهان والفحص والتمحيص بدلا من اعتناق الأساطير المبنية على الخيال والعاطفة. تفاصيل العبارة بين اثنين من أساليب فاضل بين التفكير اثنين من المثالية. اساليب التفكير كده. انا عايز اقسم السؤال جملتين عشان اشوف دي ايه ودي ايه. تعالي نقسم انا وانت كده، نقسم فين؟ لقد تم الاستبدال والاعتماد على البرهان والفحص بدلا من كذا. نقف هنا. اعتمد على البرهان والفحص والتمحيص، ده اسلوب ايه؟ علمي فلسفة ايه؟ فلسفي فلسفي. لما تلاقي في كلام عن البرهان والتأكد والفكر والعقل، يعني دي الحتة دي فلسفة، بدلا من اعتناق الأساطير مبنية على الخيال. الأساطير المبنية على الخيال ده أسلوب إيه؟ خرافي. خرافي. يبقى هنا كده تفاضل، أو يعني بتميز العبارة دي بين اتنين من أساليب التفكير اللي هم إيه وإيه؟ فلسفي. الفلسفي والخرافي. ليه الإجابة جيم؟ طيب طيب عايزين السؤال السادس. من يشارك؟ مين محلش؟ في اتنين عمر، عمر بالإي وعمر بالإي، دول محلوش. عمر بالإي. طيب عمر، أي العمرين؟ سامعني؟ أنت معانا ولا إيه؟ يرفع يعني، حسونا إن إحنا تمام. سامعكم. طيب يلا يا عمر. مثلا انت كنت تتعب في نفسك لأنهم كده كانوا ما بيردوش. لا لا. إيه؟ ما بيردوش. هم عموما ما بيردوش؟ طيب. اللي حل أول سؤال تقريبا كان محمد إبراهيم، صح؟ مثلا ماشي يلا يا محمد. الأول نترجم الاختيارات. بحث في العيلة القديمة، البحث عن العيال القريبة ده إيه؟ خرافي ولا ديني ولا فلسفي ولا علمي؟ خرافي، لا خرافي؟ احنا قلنا علمي هنا قريب وفلسفي بعيد. العلاقة القريبة فلسفي، آسف، العلاقة القريبة علمي. طيب النزعة العقلية التأملية، قريبة طبعا. انا قريتها غلط. تمام. عايز تستخدم الصورة اللي احنا كنا عاملين اللي هي لا لو انت تمام. عارفها. لا انا فاهم، بس انا قريت السؤال نفسه غلط. لا انا مش عايزك تقرا السؤال دلوقتي، انا عايز اترجم الاول. اول واحدة ليه الف قريتها نفسها غلط، عشان كده ما اعرفش اقرا. طيب خلاص ماشي. البحث عن العيال القريبة كده قلنا علمي. النزعة العقلية التأملية، مين اللي كان بيعتمد على العقل التأملي؟ ريمي يا راجل عقلي تأملي. بص كده على الفلسفي كده، أول كلمة فيه عقلي وفيها كلمة تأملي، ده أسلوب إيه؟ فلسفي. طيب تفسير الأمور بشكل ساذج. دي اللي هي خرافية خرافي. طيب يبحث عن العلل البعيدة، بعيدة، قلنا فلسفي. غالبا به وده الغلط لأن هما نفس الحاجة غالبا. نقرا السؤال كده بقى ونشوف. اكتشف جورج سيمون ايه؟ اكتشف ايه جورج سيمون ده؟ لا انا عايزك تقرا السؤال. تمام. قانون بعد تجارب عديدة في مجال الكهرباء مسمى باسم قانون أوم، وينص على أن التيار الكهربائي الذي يسير في مؤسسة معدني
يتناسب طرديا مع الفرق فرق الجهد بين طرفين عند ثبوت درجة الحرارة. ده العبارة السابقة حضرتك على جايبها. التجارب ده خرافي ولا علمي؟ مش خرافي. يا رجل علمي؟ مالكم كيف تحكمون؟ يا رجل تجارب، يا رجل أيوة بعلمي. علمي، من أين لك بخرافي هذه؟ أنا قلت مش خرافي. خسئت. هو الصوت بيقطع، ما هو عشان بس بالسماعة، ففي مش كل الكم بيروح. ماشي يا معلم، أنا بهزر أكيد. ها تمام ماشي. تمام ماشي. أنا كنت بعده. طيب السؤال السابع، مين حل تاني واحد؟ أنا إسلام. ماشي يا إسلام، ماشي، نجيب الأول نترجم الأول الاختيارات يا ولا معلم، أنا؟ نترجم الأول. مين اللي ماشي، بيرتبط رقم واحد بالروحانيات والعقيدة؟ خاف. خلاص. مين اللي بيتطلب وصول العلل غير مباشرة؟ ده العلمي؟ غير مباشرة، غير مباشرة فلسفة. آه فلسفة. دي ابداعي، سيبك منها دلوقتي، اصلا هي دي الاجابة. لا خلاص خش على اللي بعده. يرتبط بالروحانيات والعقيدة قلنا ديني، وصول على القريبة علمي، بيدي ايه؟ لا يعتمد على غير متكامل أحد الموجودات. ايه؟ لا فلسفة صح؟ رؤية متكاملة، يبقى هنا شامل أو بيجمع حاجات كتيرة أو كلي أو عام، ده فلسفة. تعالى بقى نقرا السؤال، بيقول لي توصل الأطباء إلى إلى أن أن زيادة الترسبات وتسول الأسنان وأمراض اللثة هي السبب الرئيسي لجفاف الفم. هنا ده سبب مباشر، علة يعني سبب، حلو، علة قريبة يعني علة مباشرة. ده اللي حاصل ولا حاسس إن هو بيتكلم بشكل عام أو بشكل شامل؟ قول تاني، معلش عشان كان في حد بس جنبي. طيب قول تاني بس عشان كان في حد جنبي. انا بتكلم على السؤال، بيقول لي توصل الاطباء الى ان زياده الترسبات وتسول الاسنان وامراض اللثه هي السبب الرئيسي لجفاف الفم. هنا بيديني سبب مباشر، دي طبعا انا مش شايف ان فيها ديني خالص، هي فلسفي بيعتمد على انه بيجمع اكتر من سبب رؤيه متكامله ولا سبب قريب مباشر. سبب قريب مباشر ده علمي ولا فلسفي؟ علمي. سؤال 9، مين اللي حل؟ أحمد هشام تقريبا. كان في طالب قبل السؤال انا التاسع، جايب ده إيه؟ انا ماشي يا جايد. تفكير يسعى إلى تفسير أي ظاهرة تفسيرا منطقيا مقبولا من الوجه الفكري، من الوجه الفكري الخالصة، ويربط بين الظواهر الطبيعية بعضها بالبعض الآخر ليكون منها حقيقة كلية شاملة دون الاقتصار على ظاهرة بعينها. يوصف مسألة أحد أساليب التفكير الإنساني وهو الأسلوب. تفسير منطقي على وجهة فكرية بيعتمد على العقل بيكون حقيقة كلية شاملة، علمي ديني إبداعي فلسفي. العلمي لا، علمي بيعتمد على التجارب والحواس يبقى مش على فلسفي العقل معايا، ده مستحيل فلسفي. ادعي او ديني، يبقى فلسفي. ديني، ديني اللي هو قدرة ربنا سبحانه وتعالى، احنا ما ذكرناش لا قدرة الخالق ولا ربنا ولا في أي اتجاه في الحتة دي. حلو، ابداعي ان احنا نعمل بس حاجه التفكير جديده، الحواس مفيش برضو. ده علمي ولا فلسفي؟ العلمي بيعتمد على الحواس وعلى التجارب، اما الفلسفي بيعتمد على العقل، على المنطق، على التفكير، على التامل، على حقيقه كليه شامله. لو بصيتي هنا كده، حقيقه كليه شامله، شامل وكلي وعام، اخر كلمه، اخر 3 كلمات في الفلسفه، بشكل كلي وعام وشامل، وده اسلوب فلسفي. تمام. عشرة، أحمد هشام بقى. باقي يا مستر، إيه؟ باقي بقى أنا أصلا بفكر في السؤال وأنت بتحل اللي قبله، ما تعملش حاجة غريبة. لا ابحث لا عن
ما تقوليش انك لحقت تقرا السؤال في ثانيه يعني، فاهم؟ احنا ايه، احنا لسه قط ما خلصناش قط السؤال بسرعة الروح، الاولاني. قط بسرعة يلا الروح. اعلمك جيدا. ماشي. الاعتقاد بان القط له 7 ارواح ووضع المقص تحت الراس بيمنع الكابوس. يبحث عن علل البعيدة، علل البعيدة يبقى فلسفي. يبحث عن علل القريبة، علل القريبة يبقى علمي. انا مش بعمل الكلام ده لنفسي، انا بعمله ليك. مش انت لما تيجي تحل مع الوقت ده بيبقى خلاص الفكرة بتترسخ عندك مع الوقت، فانا مش بعمل ده ليا. انا عارف الاجابة بس انا مش عايز الاجابة، انا عايز اشرح السؤال نفسه. يعتمد على اسباب ساذجة، ده خرافي. الجدة والاصالة، ابداعي. القط له 7 ارواح ووضع المقص تحت الراس بيمنع الكابوس، ده كلام خرافي طبعا. يعتمد على اسباب ساذجة. السؤال التالي يا نورة. تمام. حدث في يوم 25 مارس 2006 كسوفا حلقيا للشمس في شتى أنحاء مصر وكسوفا كليا في منطقة السلوم، وتم تفسير ذلك بأن الشمس والقمر والأرض كانوا على خط مستقيم وأن القمر يحجب ضوء الشمس. يمثل ذلك استخدام أحد أساليب التفكير وهو العلمي. علمي بيدي سبب مباشر. الفكرة وصلت أظن صح؟ يا مستر، هو لو هيعملها بطريقة الطريقة الفلسفية هيقول ايه؟ كنت لسه هقول أشرح لك دلوقتي. حدث في يوم كذا كسوفا حلقيا للشمس في شتى أنحاء مصر وكسوفا كليا في منطقة السلوم. ماشي. تم تفسير ذلك بأن الشمس والقمر كانوا على خط مستقيم وأن القمر يحجب ضوء الشمس. هيفسرها تفسير غير مباشر، هيفسرها إنه في طبقات من أي فكرة أو من أي مسألة أو من أي موضوع. في طبقة، إحنا لسه كنت هشرح لكم مثال كده خارج المنهج، يعني ممتع شوية يعني، إن أنت تفهم إن في طبقات في الحياة. أنت ممكن هو هنا سبب مباشر لدي، في سبب مباشر تاني انه مش عارف بقى ان السبب المباشر تاني ممكن، او على حسب الفيلسوف نفسه ممكن يقول انه في طبقات، في طبقات ان انت شايف صورة وراها صورة تانية، انه مش طول الوقت اللي انت شايفه هو اللي مظبوط، او يعني على حسب الفيلسوف ده عايز يجيبها من انهي حتة. طبعا هو برضو بيكون ليه حتة خاصة بيه، يعني رأي انا كرأي غير رأي فيلسوف تاني غير تالت غير رابع غير عاشر، تختلف يعني. انا عايز اجيب لكم مثال بس. طب يا مستر، لو قلنا هو الفيلسوف ممكن يفكر هو ليه أساسا القمر قدام الشمس؟ مثلا لو ايه، او هل في حركه مقصوده من الخالق، بس هو مش بيتكلم عليه هنا بشكل ديني، يعني الخالق بشكل ديني هو احنا مؤمنين او معتقدين. الاسلوب الفلسفي مش بس بيعتمد على الحته دي، بيعتمد على حته انه يدرك بعقله، يعني يعرف ربنا من خلال عقله اكتر من انه يؤمن او كذا. حلو. بيحاول يتعرف على الخالق ده من خلال عقله مش من خلال ان هو مؤمن. في فرق بين الاثنين، في ايمان بدون عقل اللي هو انا مآمن بكذا كذا كذا، في حد تاني لا، الايمان بس مبني على عقل. وانا صراحه بحب كده، يعني بحب كده اكتر، الايمان اللي مبني على عقل ده، مش الايمان اللي هو مبني ايه كده هوت وخلاص. يعني ربنا لو ركزت يعني في دايره ربنا عاملها انت ما تفهمهاش، يعني في هو حاكمها، هو عارف كل حاجه سبحان الله، كل حاجه بمقدار، هو عارف هو بيعمل ايه. حلو. مثلا في مطره نزلت في نبات طلع، تمام، كلنا النبات. النبات ده اللي بيبوظ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ربنا هو بالنبات ده لو باظ، اللي هو الاكل اللي بيبوظ ده اصلا سماد، يعني انت النبات اللي باظ ده هو ما اترماش، مفيش حاجه اسمها اترمت كده وخلاص، او الماده ده مفيش حاجه اسمها كده. النبات ده باظ، ايه اللي حصل لما باظ؟ بيتحول بعد كده يبقى سماد، يرجع يتحط في التربه دي تاني، ولما يتحط في التربه دي تاني يطلع النبات الجديد، نبات احلى. طب انسان كلو او حيوان كلو، الحيوان ده خرج فضلات، الفضلات دي سماد، المطره طلعت برسيم يا سيدي، الحيوان كل البرسيم، البقره كلت البرسيم، الفضلات بتاعت البقره دي اصلا سماد. يعني انت حطها في التربه تدي طاقه للتربه، تدي قدره للتربه تطلع زرع احسن. فهو عامل دايره. الانسان يا سيدي كل الحيوان، يبقى في نبات طلع وفي الحيوان كله، وبعد كده الانسان جه كل الحيوان ده. الانسان ده بيتحلل،
بيرجع للتربة تاني، بيتحلل، بيتحلل في التراب يرجع للتربة تاني. التربة دي صالحة للزراعة، بس احنا طبعا أخلاقيا ما بنعملش كده مع البني آدمين، نعملها مع الحيوانات. ماشي، ده كده احنا حولنا الكائن الحي اللي مادة، بعد ما مات حولناه لزراعة ويجي واحد تاني ياكله وهكذا. هي هو يعني هي سبحانه في قدرة، وخلقنا ان احنا بعينينا مثلا، عينينا تفهم ان في ضوء، الضوء الازرق ده، ان كده وقت الصحيان، وقت الطاقة، وقت الفريش، وقت الكلام ده، وقت الليل مديك اضاءة سوداء بتساعد على الاسترخاء والنوم، والقمر اللي هو بيدي اضاءة بسيطة، اللي هو لو بس في امر بسيط او حاجة اضاءة بسيطة، زي ما انت في البيت كده بتقيد نور حاجة صغيرة عشان لما تقوم بالليل تشوف لو عايز تشرب او حاجة. فهو عامل كده برضو اضاءة بسيطة بتاعت القمر عشان انت تشوف. انما المود العام اجعلنا النهار مع اجعلنا الليل لباسا والنهار معاش، هو يعني هو عارف. هو الانسان بقى مش يسكت بقى، ما بيسكتش، يقوم عامل تليفون لعين، والاضاءه بتاعت التليفون لونها ازرق على فكره. الاضاءه دي بتدي بشكل لا واعي للعين ان احنا نهار، ان فوق معايا، اتفرج على فيديوهات واشتري اونلاين وبتاع، اتعامل معايا، ما تسيبنيش، شغل الاستثمار، انا عايز الاقتصاد شغال. انا بالليل عقلي بقى هنا بيحصل له خلل. ربنا خالق حاجه، انت حطيت لي تليفون، التليفون مديني اضاءه زرقاء واضاءه تعميني، فحسسني ان انا في عز الظهر، فما نمش، فانا ما نمتش بالليل كده. فاجي الصبح مش قادر اعيش، مش قادر ابص حتى السماء زرقاء وبتاع وفي فريش وكده، لا انا مش فريش. فهو ربنا عامل حكمه معينه. تعال بس ناخد لكم مثال كده، استنوا كده يا رب نلاقي صوره ولا حاجه، نلاقي صوره كده ممكن يعني. الكهرباء دي حد كان عملها تقريبا في أمريكا، يا رب بس لاقي صور. طيب كان في جزيرة، أيوة استنى الصورة دي تمام، لا مش منطقة حمر. كان في جزيرة فيها كزلان تقريبا في أمريكا. الجزيرة دي ما كانش عليها أي كائنات تانية غير الغزلان، فما فيش أي كائن مفترس، يعني تحديدا ما فيش كائن مفترس. فالجزيرة دي عليها زرع زي ما أنت شايف، وحواليها مية. الغزلان معروف عنها إن هي رشيقة وسريعة وكذا. مع الوقت الغزلان مفيش أي كائن مفترس، فالغزلان كل اللي بتعمله إنها بتاكل من الحشائش دي من الجزيرة دي وتشرب من المية. فاللي حصل إن الجزيرة اللي هي لونها أخضر من الخضرة يعني بدأت تتحول إلى نقط صفراء، نقط صفراء يعني الزرع قل، مبقاش في زرع، وحتى المية بدأت منسوبها يقل، والغزلان طبعا عددها زاد مع التكاثر، وزاد وزنهم، بقى وزنهم زيادة. فالغزالة الرشيقة اللي بتجري وتتحرك وبتاع ما بقتش تعمل كده. فجابوا مجموعة من الذئاب حطوهم في الجزيرة دي. لو جينا فسرنا الحدث ده بشكل مباشر هنقول إن ده فعل شرير. يا عم الغزلان قاعدة مبسوطة، المية أهي والأكل أهو والدنيا حلوة، ليه بقى تجيب لي غزلان، ليه تجيب لي ذئاب؟ السبب المباشر هنا او التفسير المباشر بقى يعني ده شرير، ازاي يجيب ذئاب للغابه؟ ده التفسير المباشر. تعالى بقى نشوف نتائج الجزيره دي بعد فتره من الزمن. خد الاتي: منسوب المايه ارتفع تاني في الجزيره، الاجزاء الصفراء اللي هي ما كانش فيها حشائش لان هم كلوها بدات تنمو تاني، الغزلان اللي ما كانتش اللي كان وزنها زاد رجع وزنها للشكل الأصلي أو الشكل الطبيعي بتاعها. الغزلان عددهم بعض طبعا الذئاب، بقى في كائن جديد اسمه ذئاب قادرين يعيشوا، يعني بقى في كائن جديد كمان، مش بس غزلان عايشة، ده غزلان وذئاب.
كل دي ايجابيات. السلبيه الوحيده ايه؟ ان في بعض الغزلان تم افتراسها. هنا السؤال ده، هل ده الفعل ده فعل شرير ولا فعل خير؟ لا بس لو من وجهة نظري هو فعل خير، لان هو فعل لازم خير، عشان خاطر تكسب حاجات اكتر يبقى في لازم تضحيات. هتتخلى عن حاجه. بالظبط لا كده، لازم هتتخلى عن وضحوا حاجه. بشوية غزلان عشان خاطر ينقذوا الجزيرة، وبقية الغزلان اللي كده كده هيموتوا برضو، بس منقذوهم. بالظبط، بس قياسا على الحاجات التانية تمام. سيبك بقى من الغزلان وسيبك من الذئاب، ربنا لما يعمل فيروس زي فيروس كورونا او يعمل ما نسميه احنا شر، هل هو شر ولا احنا عاملين زي الذئاب والغزلان؟ كان يعني لازم شوية بشر مع كوكب يموت عشان يتحقق التوازن، هما ماتوا أيام كورونا طب بس التوازن ما اتحققش. في قاعدة كده او في فكرة كده، ان الضد بالضد يعرف. يعني ايه ضد بالضد يعرف؟ يعني انت مش عمرك ما تعرف ان في حاجة اسمها مشروب ساخن، او عمرك ما تعرف ان في حاجة سخنة غير لما تشوف حاجة ساقعة. عمرك ما تعرف طعم الايس كريم انه ساقع غير لما تشوف الشاي وهو سخن. فانت عرفت السخونة من خلال البرودة، وعرفت البرودة من خلال السخونة، عرفت الخير من خلال الشر، وعرفت الشر من خلال الخير. تخيل معايا انه زي واحد مثلا مبصر بيشوف، فكل حاجة بالنسبة له تمام، عادي يا عم بشوف، انا مش شايف في حاجة غريبة يعني. شوف الشخص ده، شوف شخص تاني كان كفيف وبقى بيشوف. اللي كان كفيف بقى بيشوف، مدرك قيمة البصر كويس، مدرك قد ايه ان هو بيشوف وقد ايه ان هو كذا، بخلاف شخص تاني عايش كده بس فشايف ان ده عادي. فالشر احيانا بيكون الهدف منه هو انك تبص للناحية بتاعت الخير، انك تفهم الخير. لو ما كانش في شر ما كنتش هتفهم الخير، هو الشر وسيلة انك تفهم بيها الخير احيانا يعني. نتمنى ان احنا ما نكونش اطولنا عليكم. يعني عمر بيتكلم في الشات بس، يعني بنشوفك في الشات بس، انما ترد علينا واحنا بنتكلم ما فيش حد استفاد حاجة النهارده؟ ايوه تمام، بس استفدنا، استفدنا. تمام يا مستر استفدنا جدا، أشوفكم على استفدت يا خير إن مستر شاء الله. والله، كان أرسل سبورت لكم قوي من الاخوان الهوست. كله. ادينا أيوه، انا سيبوا انا يا الإسلام مستر، عمر، سيبوا الإسلام عمر. ايه كده اديني معاكم. البنات يا مستر، انا او نورا. بنات بيكوشونا يا اسطى، بيعملوا لنا انا الموف. اكتر حد ولا مسؤول في بيقعدوا العيال يقولوا دي لك اساسا، هو اصلا الحصه حصه علوم متكامله قعدة عربي، علي بالي فاللغات هيطلعوا. الحصة بتاعت العربي يا مستر، يعني أنا من العربي، اللغات دلوقتي كلهم هيطلعوا. يعني المفروض تديها لي أنا عشان أنا عربي. انت ده اوكي. الاسلام يعني يا جايدة؟ لا يا جايدة مستر، انا عربات مستر، انا كمان عربي. تعبونيش بقى، ده اللي عايزه. انا هديها الاسلام. يلا جود طب باي. لحظة مستر، لا لحظة مستر، متسيبش ده لحد، مستر. حدك اطلع وهي تروح لحد عشوائي، لا كل بتطلع واحد بقى معاه، هو بتطلع نصيبه. معاه، مستر بتروح ممكن لحد. تسأل سؤال يا مستر؟ ها أحمد بيقول لك ليه إحنا ما ناكلش الغزلان دي؟ رد عليه. ايه أحمد بيقول لك ليه إحنا ما دبح